السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما عدن. في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج بانوراما عدن سوف نناقش موضوع مهم يهم كل الشارع اليمني، وهو مرتبط بالاقتصاد وبحياة الناس، ألا وهو موضوع الزراعة والإنتاج الزراعي وكثير من جوانب الزراعة في بلادنا. نحن تناولنا في الحلقات الماضية مشاهدينا الكرام المياه والثروة المائية وتطرقنا إلى ذلك بشكل كبير، وقبل ذلك تناولنا موضوع الثروة السمكية. واليوم بحكم أن الموضوع مرتبط في ضمن هذه الدائرة نتناول موضوع الزراعة في بلادنا. الزراعة في بلادنا كان لها مجد كبير وكان لها تاريخ مشرف، وكانت وزارة الزراعة ولسنوات قريبة متصدرة المشهد، وهي العنوان العريض للحركة والعمل في بلادنا. حلقتنا لهذه الليلة مشاهد الكرام سوف نتطرق فيها إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو عن الزراعة في بلادنا، ومثل ما يعني تحدثت كيف كان لها مجد ومكانة وكيف تراجعت الأمور. هناك في مجموعة من الظروف المتداخلة التي أوقفت أو يعني بطأت موضوع العمل في مجال الزراعة بشكل كبير. المحور الثاني نتحدث فيه عن الاتحاد التعاوني الزراعي. الاتحاد التعاوني الزراعي كان منطلق بسرعة الصاروخ فيما يقوم فيه من أعمال في بلادنا على كثير من الجوانب، وكان متصدر للمشهد الزراعي ومدعوم من الوزارة ومن الدولة. توقفت كثير من الأمور بحكم ظروف الحرب وبحكم كثير من الأوضاع المختلفة. الموضوع الثالث الذي سوف نتحدث عنه هو موضوع ثالث مهم ومشرف حقيقة، وهو موضوع السدود والحواجز المائية والبنى التحتية والمنشآت التي أقامتها وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي. هناك في جمعية عامة للمياه والري في الجمهورية تبنت موضوع المنشآت الزراعية المائية، وهناك حقيقة في عمل مشرف قامت فيه وزارة الزراعة في موضوع السدود والحواجز المائية. نشهد هذا العطاء وهذا العمل وهذه المشاريع في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وما زال الوطن يحتاج إلى كثير من العطاء. هذه المحاور الثلاثة التي سوف نتحدث عنها في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج بانوراما عدن. وقبل البداية نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ومثل ما تحدثنا موضوعنا اليوم هو الزراعة في بلادنا. الزراعة في بلادنا ليس مجرد قطاع اقتصادي، وإنما الزراعة في بلادنا هي تاريخ وحضارة، ومن له نظرة في تاريخ اليمن يجد أنه الزراعة مرتبطة بثبات الأنظمة التي حكمت اليمن عبر التاريخ، وأنا أتحدث عن الدول التاريخية القديمة، أو كذلك في استقرار المواطنين واستقرار المجتمع واستقرار الناس، ولنا تجربة في سد مأرب وكثيرا من التجارب الأخرى، أو كذلك في انتعاش الاقتصاد وبناء المدن والتواصل مع العالم الخارجي، وكيف مثلت الزراعة وعلى سبيل المثال البن موكا كوفي الذي كان يمثل عنوانا لليمن والذي وصل إلى كثير من بلدان العالم. الزراعة كانت قطاع اقتصادي له مجد وله يعني حظوة وله مكانة، يعمل في القطاع الزراعي أكثر من 55% من أبناء الشعب اليمني. الزراعة كانت عبارة عن اقتصاد أو قطاع واسع في اكتفاء ذاتي، كان في بلادنا نزرع البر ونزرع، الشعب اليمني يزرع الذرة والدخن والفواكه بالعنب البرتقال التفاح كثير من هذه الفواكه، وكان عندنا اكتفاء ذاتي وهذا مشهود للجمهورية اليمنية. لكن في الفترات الأخيرة حصلت كثير من الأوضاع وتناقص حجم المساحات الزراعية من السبعينات إلى الآن بنسبة كبيرة. كثير من الأحداث وكثير من المراحل والوقائع سوف نتابعها في التقرير التالي، ثم نعود بعد ذلك لندخل في النقاش والحوار. يلعب القطاع الزراعي دورا هاما في الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية،
حيث يعد قطاع الزراعة أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني، إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي 17% للجمهورية اليمنية. ويعتبر المجتمع اليمني مجتمع زراعي، حيث يعمل في هذا القطاع نحو 53% من قوة العمل، كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي. من أبرز المحاصيل الزراعية في اليمن الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ، وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثري والتفاح والخوخ والعنب. ويزرع في اليمن البن الذي بدأت تجارته حول العالم عن طريق اليمن، وانتشرت في القرن 16 لتبلغ مصر وتركيا وفارس وإندونيسيا وأوروبا والأمريكيتين عن طريق ميناء المخا. تأثر قطاع الزراعة كثيرا بازدياد عدد مستخدمي القات، فاقتطعت أراض كثيرة صالحة لزراعة محصولات أخرى لزراعة القات الممنوع في أغلب دول العالم، لذلك لا يصدر اليمن شيئا لأن القات يستهلك محليا. اليوم تبلغ إجمالي المساحة المزروعة في اليمن حوالي 1,084,008 هكتار وفقا لبيانات عام 2017، أي أن المساحة الزراعية في اليمن منذ فترة السبعينات وحتى اليوم تقلصت بمقدار 500,000 هكتار من الأراضي التي توقفت عن الزراعة أو اختفت نتيجة التوسع العمراني والفيضانات وتغير المناخ والتصحر واستمرار الصراع المسلح وغيرها، مما يجسد حجم الكارثة التي تتعلق بمستقبل الأمن الغذائي في اليمن. يحتاج اليمن إلى نهضة زراعية حقيقية تعيد له مجده الزراعي والحضاري المشهود، وتنعش القطاع الزراعي بشكل شامل، فالزراعة هي التي بنى الإنسان اليمني عليها حضارته واقتصاده، وأسس دولا وأنظمة سادت لعقود وقرون من الزمن، معتمدة بشكل رئيسي على الزراعة التي رسمها اليمانيون لوحات فنية بديعة بالمدرجات والحقول الرائعة. ومن خيراتها عاش الإنسان اليمني مكتفيا عن أي دعم قادم من الخارج، وفي الزراعة يرتفع الاقتصاد وتنتعش حياة الناس، وتبقى هوية الإنسان اليمني مصانة ومحمية عبر عطائها الزراعي الذي وصل في فترة من الزمن إلى أقصى دول العالم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، بعد أن تابعنا نحن وإياكم هذا التقرير الذي يتحدث عن الزراعة والأوضاع الزراعية كيف كانت وكيف بانت أو كيف أصبحت الآن، يعني بفضل الزراعة وعاش الإنسان اليمني مثل ما تحدث التقرير مكتفيا، نزرع لنشبع لنملك قرارنا. للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول الزراعة والأوضاع الزراعية في بلادنا، يكون معنا المهندس أحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع الري واستصلاح الأراضي من العاصمة عدن. مرحبا بك مهندس أحمد، مساء الخير. مرحبا أخي غسان، وتحية لك ولجميع الزملاء القائمين على القناة عدن الفضائية، وتحياتنا لكم من عدن، وأهلا وسهلا بكم، ولنا الشرف أن نكون معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك بوش مهندس، ونحن لنا الشرف أن تكون معنا في برنامج بانوراما عدن، ونحن نتابع جهودكم ونتمنى لكم التوفيق في القيام بمهامكم. بوش مهندس، عقدين من الزمن مثلت حقيقة مجدا بالنسبة لوزارة الزراعة، وشاهدنا يعني تقريبا لمدة 20 سنة متواصلة، يعني بعد فترة الوحدة اليمنية بفترة انطلقت وزارة الزراعة وتصدرت المشهد القطاع الزراعي بكثير من المحافظات، يعني حراك كبير يعني قادته وزارة الزراعة. الآن الوضع كأنه تغير، هل هناك من تفسير لهذا الموضوع أو هناك ظروف معينة؟ نعم أخي، شكرا لك. طبعا تقريركم كان مفصل وكان ممتاز جدا، وأشار إلى مواضيع كثيرة وواضحة جدا عن القطاع الزراعي وأهميته في الوطن. اليمن بطبيعتها طبعا زراعية، وفقط أريد أن أضيف إلى تقريركم ما يخص أيضا زراعة القطن وما مثله أيضا القطن من قيمة اقتصادية أيضا للبلد في فترة من الفترات. الزراعة ومنشآت الزراعية التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة، خلال فترة الوحدة وما قبل الوحدة أيضا، كون هناك منشآت كثيرة تم تأسيسها، فادت الجانب الزراعي وقدمت خدمات كبيرة جدا للمزارعين،
الجانب الإرشادي، المنشآت الري التي تم تنفيذها، بناء المنشآت المائية من سدود وقنوات وحواجز مائية وخزانات مائية أيضا لخدمة زراعة البن في المناطق المرتفعات، أيضا صيانة المدرجات التي بناها الأجداد خلال فترة تاريخية قديمة جدا. لا أعتقد أن الوضع الحالي يسمح لبناء مثل هذه المدرجات التي يجب أن يتم الحفاظ عليها وديمومتها واستدامتها، كونها تمثل خزانات مائية وأراضي زراعية في مناطق المرتفعات الجبلية. طبعا الزراعة مثلها مثل غيرها من القطاعات في الوطن تأثرت خلال الفترة الماضية، منذ السبعينات أو الثمانينات بدأت هناك بعض الجوانب التي تأثر بجانب سلبي في القطاع الزراعي وأدى إلى تدهور بعض الأراضي وقلة أيضا العاملين في القطاع الزراعي، لكن كانت الجهود التي بذلت خلال العقدين الماضية قدمت بعض المشاريع التي خدمت هذا الجانب، وبالعكس حاولنا أن نحافظ على الكثير من القطاعات في الجانب الزراعي الخدمي والإنتاجي وأيضا دعم القطاع الزراعي بشكل كبير جدا. طبعا الظروف الحالية التي تمر بها البلد من حروب، الحروب هي دائما دمار في كل المجالات، وكان القطاع الزراعي نصيب الأكبر كونه يمثل شريحة واسعة من المجتمع الذين يعملون بشكل مباشر في هذا القطاع أو الذين يستفيدون من القطاع الزراعي بصورة غير مباشرة بالاستفادة من التسويق، من الإنتاج، من العمل أثناء المواسم وغيره من العمل المرتبط بالقطاع الزراعي، أيضا في التسويق أثناء البيع والشراء أثناء نقل المنتجات. كل هذه الإجراءات، كل هذه الخطط وسير ما تسمى سلاسل القيمة بالنسبة لبيع المنتج الزراعي من الزراعة إلى الحصاد إلى النقل إلى التسويق إلى إيصاله إلى كافة المناطق سواء الجانب المحلي أو الجانب الخارجي، هذا كله مثل نقلة نوعية للقطاع الزراعي وتأثر بفعل الظروف التي مرت بها البلد خلال الفترة الماضية. طيب طبعا هناك أمور كثيرة جدا أثرت من حيث الحرب الحالية التي شنت على الوطن من قبل ميليشيات الحوثي، وكان لها تأثير سلبي أكبر من الفترة التي الضرر كان ضرر كبير جدا عليها من حيث انشغال الناس بالظروف الحرب أو تجنيد الكثير من أبناء الوطن في وزجهم في هذه الحروب العبثية، أثر على القطاع الزراعي بشكل كبير جدا وأدى إلى تراجعه بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. طيب أنت أجبت حقيقة إجابة يعني رائعة وأكثر من رائعة بالنسبة لهذا الموضوع. طيب في جزئية بسيطة، أنه نقص حجم أو مساحة استقطعت المساحات بطرق مختلفة، من كان 1,084,000 هكتار وأصبحنا اليوم عندنا 500,000 هكتار. الموضوع هذا ما بدأش بفترة الحرب، نحن نتحدث من السبعينات إلى الآن، يعني السبعينات 75 80 95 2000 2020 2021. ما الأسباب يعني حتى من قبل الوحدة يعني في إشارة إلى أنه تتقلص عملية المساحة الزراعية، هل في تفسير للموضوع في سياسات زراعية كانت يعني معينة أو في أخطاء حصلت معينة أو فيضانات أو سياسة المزارع أو ما الذي يحصل؟ توسع العمراني؟ طبعا هناك أسباب طبيعية وأسباب مرتبطة بالإنسان. طبعا الأسباب الطبيعية كما ذكرت هناك الفيضانات، الأعاصير، انجراف التربة، السيول الجارفة التي تؤدي إلى تدمير بعض المنشآت، أعمال الصيانة التي كانت تجرى للمنشآت الري في معظم الأودية الرئيسية في البلد سواء في المناطق جنوب البلد أو في المناطق الغربية. هناك منشآت كبيرة وضخمة جدا تم تشييدها خلال فترات معينة، لم تجد الصيانة اللازمة لها، توقفت الكثير من الأنشطة المرتبطة بها، توقفت الموازنات التشغيلية المرتبطة بهذه الجوانب التي كانت تحافظ على هذه المنشآت على هذه الأراضي. طبعا الانجراف التربة هو من الأمور التي كانت لها
يمكن الباع الأكبر في تدهور الأراضي، أيضا ارتفاع بعض المدخلات الزراعية، عدم توفرها، ضعف دور الإرشاد الزراعي للمزارعين. الموضوع الأكبر والأهم من هذا كله هو أن هناك زراعة القاتل التي دخلت على المجتمع بشكل كبير جدا، وأدت إلى استقطاع مساحات كبيرة جدا من الأراضي التي كانت تزرع بالمحاصيل الخضار، الفواكه، المنتجات، حتى زراعة البن وهو المحصول الاقتصادي الأكبر والذي كان يخدم الوطن بصورة كبيرة جدا في توفير النقد الأجنبي، في توفير دعم الاقتصاد، في الدخل القومي للبلد. الألقات أخذ حيز كبير جدا، ليس فقط على مستوى مساحة الأراضي، وإنما حتى على استنزاف المياه الجوفية. نعم. واستنزاف المياه التي كانت تستفيد منها الأراضي الزراعية، فتحول الإنسان، وهذا سببه القات فيه لعدة أسباب طبعا، ليس فقط المزارع نفسه، لكن أيضا خطط الوزارة، توجهات الحكومة بشكل عام خلال العقود الماضية، لم يتم السماع للرأي الذي كان يقلق أنه القات سيكون له تأثير كبير جدا على تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير جدا. طبعا الآن نرى في استخدام الأسمدة، استخدام المبيدات الممنوعة دوليا في القات، أيضا هذا دمر التربة. عدم وجود الإرشاد الصحيح، عدم وجود المختص الذي يرشد المزارع إلى استخدام الصحيح لهذه المدخلات الزراعية، يؤدي إلى تدمير التربة، تدمير لا يمكن أن تزرعها مرة أخرى بالمحاصيل تنفع البلد. لكن القات كما قلت لك في المناطق المرتفعات والمتوسطة أيضا أخذ مساحات كبيرة جدا مع الأسف الشديد، وأدى إلى تدهور الكثير من الأراضي الزراعية. طيب. التي كانت تزرع، ولا يمكن عودة هذه الأراضي بسهولة، لأن التربة نفسها الآن تحتاج إلى استصلاحات، تحتاج إلى تغيير العناصر الموجودة فيها حاليا. تحتاج إلى غسل، الغسل هذا يحتاج إلى كمية مياه كبيرة جدا. المياه التي تأثرت، التي كان يستفيد منها الري الأراضي هذه الزراعية سواء البن أو غيره من المحاصيل، هذا استنزف بشكل كبير جدا في الأحواض المائية التي لدينا الآن، شبه أصبحت مهددة بأنها تنتهي في حوض صنعاء، في حوض تعز، في حوض دلتا تبن وأبين، في أحواض كثيرة جدا هددت بأنها ممكن أن تنتهي، ولا يمكن أيضا الأحواض المائية في تهامة. نعم. طيب باشمهندس، الآن نذهب مثلا إلى جانب آخر من الموضوع، وهو الجانب العملي. أنتوا انتقلتوا يعني الوزارة بعد الحرب، يعني بحكم الوضع اللي موجود في صنعاء إلى عدن، انتقلت الوزارة يعني، وهل هذا الانتقال يعني فعلي وعملي من يعني بهذا الموضوع، وهل في هناك آثار إيجابية أو مضاعفات لهذا الموضوع، خاصة بموضوع العلاقات بينكم وبين المنظمات والجهات الخارجية التي تتداخل معكم في كثير من الأعمال؟ بعض المنظمات هل ما زالت مثلا تتعامل مع أطراف معينة في صنعاء، أم أنه تمكنت الوزارة من مد جسور التواصل بينها وبين منظمات الخارج، والعمل أصبح من عدن مباشرة؟ نعم أخي، طبعا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بنقل مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن، تم نقل وزارة الزراعة منذ نهاية العام 2015، وتم تأسيس الوزارة بقطاعاتها طبعا بالشكل أخذ التسلسل في المراحل. نعم. من 2015 إلى حتى الآن، فتطورت والحمد لله. كان هناك بناء مؤسسي، تم الوصول إلى أغلب مناطق المحررة للاطلاع على وضعها الذي تلا الحرب، وما تسببت به الحرب من أضرار في القطاعات، في القطاع الزراعي والأراضي الزراعية والمحاصيل، ومدى ارتفاع الأسعار، متى تغير اعتماد المواطنين، اعتماد المزارعين أيضا على المدخلات وعلى الطاقة الشمسية التي تمثل جزء من الحلول بالنسبة لاستخدام المياه في للمزارع. الوزارة عملت منذ العام 2015، طبعا تم تأسيسها في عهد معالي الوزير أحمد الميسري، وتلاه بعد ذلك معالي الوزير عثمان مجلي. استمرت الوزارة في نشاطها وفي كافة قطاعاتها،
وحاليا لدينا تحدي أكبر في الوزارة بعد دمجها بالقطاع السمكي وأصبحت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. نعم. في ظل قيادة معالي اللواء الأستاذ سالم السقطري، والذي ستكون هناك التحديات أكبر، ونحن جاهزين في كل القطاعات في كل الجوانب المرتبطة بجانب القطاع الزراعي، سواء قطاع الري، قطاع الخدمات الزراعية، قطاع الإنتاج، قطاع التخطيط. القطاعات كلها تعمل بجد كبير جدا وبوتيرة عالية جدا، وتم تقديم العديد من الخدمات، وتم زيارة مناطق عديدة جدا، على رأسها بدأت نشاط فيما يخص إعادة دعم مناطق زراعة البن في مناطق يافع بشكل عام، ولدينا الآن خطة متكاملة مع المجتمع المحلي ومع مؤسسة يافع الإنجاز والتنمية لعودة البن إلى ما كان عليه وأفضل إن شاء الله، ولدينا دعم. هذا فيما يخص الديوان الوزارة. فيما يخص أيضا الجهات التابعة للوزارة، أيضا تم نقل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، ومارس نشاطه الآن من العاصمة عدن بشكل ممتاز جدا، وبدأنا نحصل الإيرادات الخاصة بالصندوق، كون الصندوق من أهم الجهات التي تدعم كافة الأنشطة في القطاع الزراعي، وهو الممول يكاد أن يكون الأكبر والأفضل والوحيد لدى وزارة الزراعة. جميل. طبعا والقطاع السمكي أيضا. شكرا. أيضا تم نقل بعض المؤسسات، مؤسسة العامة لإكثار البذور، المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وجميعها تعمل من العاصمة عدن بوتيرة وعمل ممتاز جدا ومنسق، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة بعد الدمج سيتم تنظيم العمل في الوزارة بجهود الزملاء جميعا وبقيادة معالي الوزير سالم السقطري. فيما يخص العمل المنظمات ونقلها إلى العاصمة عدن، طبعا أنت تعلم أن الموضوع المنظمات وبالذات المنظمات الأمم المتحدة التي هي الرسمية، هذه المؤسسات جميعها أو أغلبها تقريبا الإدارات العامة أو المقرات الرئيسية لها في العاصمة صنعاء منذ صحيح. نعم من قبل، فتعمل الآن نحن ضغطنا على المنظمات التي تعمل في جانب القطاع الزراعي، ومنها منظمة الأغذية والزراعة الفاو التي هي تحت إشراف وزارة الزراعة والري، وتم فتح مكتب لها متكامل، وتم تعيين ممثل دائم لها في عدن حاليا. طبعا العمل المنظمات الحالي سواء الأممية أو المؤسسات المحلية هو عملها كان خلال الفترة الماضية أو بعد الحرب مباشرة، هو عمل يندرج في إطار الطوارئ والإغاثة، طبعا لم تدخل في إطار التنمية. العمل المستدام، العمل الاستراتيجي الذي ممكن أن نعمل منه. نعم. لكن المشاريع التي كانت ذات استراتيجية وبدعم مباشر من قبل المانحين وعبر وزارة التخطيط مباشرة تأتي، هذه المشاريع التي كنا نعول عليها صحيح. وتوقفت حاليا، وبجهود الأخوة الأشقاء أعتقد ستعود إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا لك، شكرا جزيلا لك المهندس أحمد الزامكي على هذه التوضيح، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. الحديث مع البشمهندس أحمد الزامكي حقيقة كان حديث كافي ووافي، وتحدث عن معلومات وعن إجابات عن كثير من التساؤلات. الحديث عن موضوع زراعة القات مشاهدين الكرام، الآن نحن توجه الشعب اليمني كله إلى زراعة القات بحكم أنه في مردود نقدي مباشر، لكن هذا المردود النقدي المباشر هو داخلي، يعني الناس قد حالتهم المالية والاقتصادية تعبانة، وبالتالي أنت بتسوق في السوق المحلي، وبالتالي الماء القات يسحب 90% من المياه، القات يأخذ مساحات زراعية كبيرة، يهدر الوقت ويؤثر بكثير من الجوانب وعلى حساب زراعة البن. الموضوع الثاني هو العزوف عند الناس عن موضوع الزراعة، حقيقة من بعد فترة الوحدة الناس اتجهت للغربة واتجهت للتجارة واتجهت إلى السفر وأهمل موضوع الزراعة، وبالتالي على سبيل المثال البن في مثل ما تفضل البشمهندس سعادة الوكيل الزامكي في كثير من المناطق أهمل، بما في ذلك في يافع، في أبيان، في بعض مناطق لاحق، في تعز، في كل المناطق. بالتالي العقلية الزراعية أو المجتمع الزراعي يجب أن يعود إلى مكانته الصحيحة، بحيث أنه ندرك أنه الحياة الطبيعية التي نستطيع أن نستقر فيها هي في القطاع الزراعي. التوسع العمراني كذلك سبب مشكلة، كثيرا من الأراضي الزراعية تم استقطاعها إلى أسواق، إلى مراكز، إلى طرقات، وهذا على حساب
الزراعة في بلادنا. هذا المحور تحدثنا فيه بما فيه الكفاية، وتحدث البشمهندس أحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة بشكل رائع وكفى ووفى. ننتقل نحن وإياكم مشاهدي الكرام إلى المحور الثاني، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما تحدثنا حول موضوع الزراعة في بلادنا، نحن تناولنا في المحور الأول حديث عن وزارة الزراعة كوزارة من وزارة الدولة، وتطرقنا إلى موضوع الزراعة بشكل عام. نحن حنتحدث في هذا الموضوع عن قطاع الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي، لأنه الزراعة هي يعني ليست يعني عملية منحصرة على الجانب الحكومي. عملية الزراعة المجتمع شريك فيها، والمنظمات المجتمع المدني شريكة فيها، والجمعيات شريكة فيها، والمانحين شركاء فيها، رجال الأعمال مشاركين فيها، الكل مشارك فيها. فهناك في حاجة اسمها الاتحاد التعاوني الزراعي، يضم القطاع الخاص أو يضم المزارعين، الجمعيات الزراعية، المؤسسات الزراعية، البنى التحتية والمنشآت والممتلكات الأخرى التي هي خارج عن الإطار الحكومي الرسمي، لكن الاتحاد التعاوني كمان مرتبط بوزارة الزراعة. احنا هنناقش هذا الموضوع مشاهد الكرام، وقبل البداية في المناقشة نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود. أصيب القطاع الزراعي في اليمن بعدة أزمات نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة وحرب الميليشيا التي انهكت البلاد وقطاعاته المختلفة طوال سنوات خمس، إذ دمرت عدد من الأسواق المركزية وانقطعت الطرق بين المدن بسبب الحرب، ما أدى إلى صعوبة توصيل المنتجات الزراعية لبيعها وتسويقها، وهو ما يعد تحديا أمام المزارعين. تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة نتيجة الحرب الحوثية في المنشآت والبنية التحتية ومستلزمات الإنتاج، وغالبية المزارع دمرت، ومنها ما كان يعد من كبرى مزارع الشرق الأوسط، وحاليا لا يوجد سوى عشرات المزارع ما تزال مستمرة بالإنتاج في ظروف صعبة، كما فقد أكثر من 40,000 عامل وظائفهم. تأثر القطاع الزراعي تأثرا سلبيا بتوقف عمليات التصدير، إذ كان يعد منفذ حرض أكبر منفذ للصادرات الزراعية اليمنية، لكن نتيجة توقفه عن العمل تعطلت الصادرات وخسر القطاع الزراعي مليارات الدولارات. يواجه المزارع اليمني تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها دفع ضريبة الانقلاب الحوثي وإشعار الميليشيا المدعومة من إيران حربها القائمة في اليمن. فتقريبا بحدود 17 مليونا من اليمنيين قد فقدوا أمنهم الغذائي، وتأتي أزمة المشتقات النفطية وارتفاعها المستمر كتحد آخر للمزارع اليمني، إذ أسهمت في تلف المحاصيل دون إيجاد حل من مأزق هذه الأزمة. نتيجة لكل ذلك هجر بعض المزارعين المهنة واتجهوا إلى حمل السلاح تحت تهديد وإرهاب الميليشيا الحوثية الانقلابية. وصلت الأضرار إلى المنشآت الزراعية مثل مشاتل البن وارتفاع المدخلات مثل البذور والأسمدة وعدم توفرها. وصلت نسبة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نحو 80%، إضافة إلى عزوف العديد من المزارعين عن الزراعة وتوقف تصدير المنتجات الزراعية وما خلفه ذلك من تأثيرات على الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفرها بصورة منتظمة، خصوصا الحبوب والخضروات والفاكهة وحتى اللحوم والأسماك، ناهيك بعجز المستهلك عن الشراء نتيجة ضعف القدرة الشرائية وعدم توفر السيولة النقدية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعدم دفع رواتب الموظفين.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وبعد أن هذا تابعنا هذا التقرير الذي يتحدث عن المشاكل والصعوبات والتعقيدات التي يواجهها المزارع اليمني في حياته الزراعية، نتطرق أو نذهب للحديث حول هذا الموضوع، ويكون معنا من العاصمة عدن الأستاذ أحمد عبد الملك عوبلي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في عدن. مرحبا بك أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا وسهلا فيك، أهلا بك، فرصة سعيدة وشرف كبير أن تكون معنا أستاذ أحمد. تابعتم التقرير والذي تحدث حول مجموعة من القضايا والمشاكل التي تواجه المزارع في اليمن، وهي كثيرة، شيء ذكرها التقرير وشيء لم يذكره، لكن قبل أن نذهب إلى هذه التفاصيل، الاتحاد التعاوني الزراعي أسم له تاريخ، وبالتالي كثير من الناس يريدوا أن يعرفوا، يعني في خلط بين الاتحاد وبين الوزارة، المشاهد لازم يفهم إيش هو الاتحاد التعاوني الزراعي، إيش تكوينته، إيش هيكله، إيش يملك. في هذه الصورة نريد أن تكون البداية. طبعا أشكركم كثيرا على إجراء هذه المقابلة. شكرا. وأيضا أود التصحيح، يعني أنا مدير المنسقة التعاونية في الجمهورية ومستشار اتحاد الفلاحين العرب، رئيس الاتحاد في عدن هو الرفيق وصديقي محمد المثنى محمد. أنت مدير مدير المنسقية التعاونية. مدير المنسقية التعاونية، طيب. نعم. على العين والرأس، شرف كبير لنا. نعم. أن تكون معنا، وتحياتنا للأخ رئيس الاتحاد التعاوني في عدن بإذن الله، سوف نحاول أن نستضيفه في حلقات أخرى. تمام إن شاء الله. هو طبعا مرتبط بأعمال ميدانية ويتابع القضايا اليومية في الجمعيات وفي المرافق التعاونية. طيب، الاتحاد التعاوني طبعا يعني الكثير لا أعرف عنه شيئا، تم تأسيس الاتحاد في الخمسينيات من القرن الماضي. يعني قبل ما توجد وزارات، قبل ما توجد حكومة، يعني قبل أثناء الاحتلال البريطاني بدأت أول جمعية تعاونية، تأسست في عام 1957 في أبيان، وكانت متخصصة في القطن. بعدها تأسست عدة جمعيات في لاحق وعدن وأبيان، وكانت هي باكورة العمل التعاوني، وتم بموجبها إنشاء كيان سمي الاتحاد التعاوني الزراعي. وهذا الكيان قام بتأسيس سوق نموذجي لا يزال الفريد من نوعه، يعني لم يتجدد مثل هذا السوق اللي هو سوق الخضار والفاكهة الذي كان في هرمكسر، وبلغت مساحته 15 فدان، يعني أكبر من ثلاثة أسواق اللي في الوقت الراهن، ولكن أيضا تعرض هذا للتدهور والسيطرة عليه من جهات أخرى. الاتحاد التعاوني في الوقت الراهن يعتبر عضو مؤسس في الاتحاد العام للفلاحين العرب، وعضو مؤسس في الاتحاد التعاوني العربي، وعضو أساسي في الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين. تمام. وهو يمثل الجمعيات. نعم. تمام ممتاز. جمعيات التعاون. وهو يمثل جمعيات التعاون على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ حالياً 420 جمعية. يعني 400 أنتم عندكم 402 جمعية زراعية. 420 جمعية تعاونية زراعية هذه الفاعلة، غير 300 جمعية تعرضت للتعثر والتجميد بسبب عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية ومؤثرات أمنية التي نعيشها البلد حاليا. يعني طيب، فيتراوح عدد الجمعيات ما بين 31 عضو إلى 15,000 عضو. يصبح العدد الإجمالي لهذه الجمعيات أكثر نحو 750,000 عضو تعاوني. طيب. طبعا في الوقت الحالي هو يمثل أكبر منظمة جماهيرية على مستوى البلد. نعم. تزال فاعلة وتشتغل بجدية رغم الصعوبات الجسيمة اللي تعاني منها الحركة التعاونية والاقتصاد الوطني بوجه عام. طيب جميل. حقيقة الاتحاد التعاوني، ونحن مثل ما تكلمنا في فترة سابقة، يمكن من 2000 ومن 2000 يمكن إلى 2000 من يعني إلى 2010 كان الاتحاد التعاوني يعني حقيقة واجهة البلد فيما يقوم فيه من مشاريع. هل هناك ظروف مثلا حدت من حركة الاتحاد التعاوني؟ ظروف طبعا متعددة، يعني أجيب نوع من التوضيح، أنه بعد الاستقلال الوطني تم تأسيس اتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي، وهذا كان على مستوى الجنوب. بعد قيام الوحدة في 1990 تم دمج الاتحاد العام الفلاحي الاتحاد الفلاحي اليمني الديمقراطي مع الجمعيات التعاونية في الشطر الشمالي، وكان عددها 40 جمعية، وتم تأسيس أو إعادة تأسيس الاتحاد التعاوني الزراعي في أغسطس عام 90. طيب. وبدأ نشاط جبار، يعني على الصعيد الاقتصادي، حيث على سبيل المثل للحصر، يعني تم إنشاء، يعني تم عمل دراسات ميدانية لأهم القضايا التي تعاني منها التنمية الزراعية، وقلنا طيب. أن التسويق هو يحتل المرتبة الأولى.
وبموقف هذا تم انشاء 13 سوق ومخزن تبريد على مستوى الجمهوريه بتكلفه يعني تزيد عن 1,340,000,000 ريال. طيب وجميع في الوقت الحالي النتيجه في المتغيرات بشكل اساسي ما تعرض له من تدمير بسبب الحرب، ما تعرض له من بسط وسطو يعني من بعض المتغيرات. وقف معي سياده الاستاذ احمد، وقف معي عند موضوع البسط والتعدي على ممتلكات الاتحاد التعاوني الزراعي، ماذا بهذا الخصوص؟ البسط على الاراضي، البسط على الممتلكات، على المباني، ما الذي حصل؟ ما هي التعديات والتجاوزات التي حصلت على ممتلكات الاتحاد التعاوني الزراعي؟ أنا أصدقك القول أن هذه تعتبر أخطر قضية يعانيها المجتمع، مش فقط الحركة التعاونية إنما المجتمع اليمني وفي الجنوب خاصة. يعني أنا أعطيك المثال أنه في الوقت الراهن كان أكبر سوق على مستوى الجمهورية سوق المنصورة التعاوني، هذا يتعرض للصف من قبل المتنفذين، وبدل ما كان سوق المنصورة حق الخضروات والفواكه؟ نعم نعم، هذا كان الاتحاد التعاوني قام بتأسيسه وبذل عليه وقام منشآت يعني الحين فين مين في جهة معينة أخذت السوق؟ هو طبعا الجهة المعينة أشبه بعلامة استفهام كبيرة، يعني يقال أنه مستثمر يمني موجود في أمريكا حاول نتوافر معه مستثمر اللي لقبه الخليجي ما عندهش أي فكرة، وإنما ناس متنفذين لدينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، لدينا توجيهات من رئيس الوزراء، لدينا توجيهات من وزيري الداخلية، لدينا توجيهات من المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، لدينا توجيهات من حتى من مختلفة، لكن لا حياة من تنادي، لا أحد يتجاوب. يعني هذا على سبيل المثال، يعني هذه ممتلكات الدولة، ممتلكات الدولة يعني ما أدري هل في ما الذي يشرع أنك أنت تؤجر ممتلكات الدولة وفي ظل حالة حرب؟ هذه طبعا للأسف هي ممتلكات الأرضية ملك وزارة الداخلية اللي تعتبر الذراع الأمني اللي المفروض يرصد قوة الدولة ونفوذ الدولة، لكن هذه وزارة الداخلية أجرت الأرضية للاتحاد، الاتحاد قام منشآت لا استطاعت وزارة الداخلية تحمي هذه المنشآت التعاونية ولا قدرت حتى تردع هؤلاء النافذين. يعني طيب فيوجد فراغ أمني رهيب في البلد. مبنى الاتحاد، مبنى الاتحاد ما زال يعني كيف وضعه؟ أيضا مبنى الاتحاد، بينما الاتحاد يعني هو ملكية رسمية للاتحاد الفلاحي الديمقراطي سابقا، الاتحاد التعاوني الزراعي لاحقا، يعني الملكية موثقة من قبل الشهيد الرئيس سالمين سالم الربيع علي، وأيضا تعميدها بعدها في مصادر رابع عقار الدولة، ولكن النافذين يعني ما زالوا يعني يقدموا صورة مشوهة للوضع في البلد. مع من الاتحاد؟ كلمني بكل وضوح، من اللي أخذ مبنى الاتحاد؟ في جهة معينة أجرته كمان؟ لا لا، مبنى الاتحاد أخذوا أفراد متنفذين، يعني ما فيش الدخول في تفاصيل. لا لا تدخل بدون تحديد أسماء، بس يعني ضروري أن تكون الجهات المعنية تسمعك وتتحرك، لأن هذه كمان شقق باقي معنا شقة واحدة فقط يعني تبع الاتحاد، والباقي متنفذين بعضهم للأسف قيادات في البلد على الأسف. يعني يعني القطاع الزراعي يعني أوسع، يعني المساحات الزراعية أوسع شيء في الجمهورية اليمنية، والاتحاد الزراعي ما معوش مقر يعني. طيب في موضوع الأراضي والمزارع، في موضوع الأراضي والمزارع. طبعا الأراضي التعاون، يعني أنا أعطيك فكرة وحيدة، يعني إنه البعض يقول لك عدن هي بحر وشاطئ والآخر. منظمة الفاو عندما زارت ميدان المزارع في عدن، أنا أعطيك معلومة قد لا يعرف البعض. المساحة الزراعية في عدن 11,000 فدان، المساحة الزراعية في أمانة العاصمة صنعاء 9,000 فدان. يعني المساحة الزراعية في عدن جيدة وفيها كان تنتج الحمضيات، كان تنتج السنباك، كان تنتج حتى قطن، لكن نتيجة الإهمال المتعمد ونتيجة أنه تم تأسيس أكثر من 19 جمعية في عدن لعدد لإيجاد نهضة زراعية تحقق الأمن الغذائي للمواطن، وأيضا تحقق فرص عمل للمستهدفين، وأيضا تسد احتياجات المواطن في عدن وما جاورها. هذه نعم. الأراضي تتعرض للبسط بما يزيد عن 60% من الأراضي تم البسط عليها وسطعوا لها من قبل المتنفذين. ممتاز. الموضوع المهم، الموضوع المهم يعني نحن أخذناه في وسط مداخلتك، وهو موضوع البسط على ممتلكات الاتحاد. سؤالي الأخير لك أستاذي العزيز، علاقة الاتحاد التعاوني الزراعي بالاتحادات العربية، هل هناك في لكم حضور في تواصل مع المنظمات، مع الاتحادات، مع الجهات الخارجية؟ طبعا أم أنه لازم كله عبر صنعاء؟ لا لا بالعكس، أنا مسؤول علاقة خارجية ومستشار اتحاد الفلاحين العرب،
ونقوم بدور غير العادي يعني في تمكين الصله والتعاون الاقتصادي. نحن كنا نعمل على مثلا تصدير المنتجات الى سوريا بشكل اساسي، الى العراق، ايضا الى الاردن من قبل الاتحاد، وايضا عملنا علاقه وثيقه مع الفدرالية التعاون الاقتصادي، ليس فقط علاقه اقتصاديه، وانما ايضا نحن ساهمنا بتاسيس الاتحاد التعاون الليبي سابقا، والذي تطور وبامكانيات وبتشجيع ايضا من قبل الدول الليبيه اصبح فدراليه تعاونيه ليبيه يضم حوالي 10 اتحادات نوعيه. شكرا. بينما نحن ما زلنا نعاني من صعوبات وما زالوا في وثائقهم يؤكدوا. شكرا جزيلا. بموقف التجربه اليمنيه. شكرا، شكرا جزيلا لك، وعذرا للمقاطعه الاستاذ احمد عبد الملك عوبلي رئيس المنسقيه التعاونيه، كنت معي من العاصمه المؤقته عدن. مشاهدي الكرام، انتم تابعتوا الحديث اللي قاله الاستاذ احمد العوبلي، يعني مو يعني هل يعقل انك انت يعني ممتلكات الدوله تروح تاجرها حتى لو هي في حاله حرب؟ المبنى الاتحاد التعاوني الزراعي، يعني بالله عليكم الزراعه ما لغته الا المبنى حق الاتحاد التعاوني الزراعي، اخذتوا المبنى حق الاتحاد التعاوني الزراعي، كيف بيشتغل الاتحاد التعاوني الزراعي والمبنى حقهم مش اخذتوه احتلتوه؟ الشقق، الممتلكات، الأراضي، مخططات الآن بالمساحة الزراعية حق الاتحاد التعاوني الزراعي، لابد من مراجعة لهذه الأمور، ولابد الدولة أن تتدخل في هذا الموضوع والإنسان يراجع ضميره. طيب، إحنا تحدثنا بهذا الموضوع بما فيه الكفاية، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي هذا المحور الثالث والأخير في حلقتنا من برنامج بانوراما عدن سوف نتطرق إلى موضوع السدود والحواجز المائية، وهي زاوية أخرى نحاول من خلالها أن يكون هناك في طرح مختلف حول موضوع الزراعة في بلادنا. السدود والحواجز المائية حقيقة شكلت نقلة مهمة في بلادنا خلال الفترة الماضية، حقيقة قبل الأزمة وقبل فترة الحرب وقبل 2010 لمدة 17-18 سنة، ونحن نشهد انطلاقة في الاتحاد التعاوني الزراعي وكذلك الجمعية العامة للري والمنشآت المائية من خلال البنى الزراعية الأساسية للحواجز المائية وكذلك السدود المائية التي شاهدناها وشاهدنا تنفيذها في كثير من محافظات الجمهورية، بصنعاء، في صعدة، في البيضاء، في لاحق، في أبين، في كثير من المناطق شاهدنا نهضة زراعية بموضوع السدود. موضوع السدود موضوع مهم مرتبط بحياة الناس بشكل كبير، المحافظة على المياه الجوفية، المحافظة على المياه السطحية، عملية سياحية، سهولة في الري، وكذلك استقرار الناس في المناطق. قبل الحديث والنقاش في هذا الموضوع نذهب لنتابع هذا التقرير ثم نعود. شهدت المنظومة المائية والزراعية في اليمن تطورا هاما خلال السنوات والعقود الماضية، تميز بالتكثيف في تشييد السدود والحواجز المائية التي تجاوزت 1100 منشأة مائية استجابة لكافة المتطلبات التنموية، حتى تكون المدخرات المائية كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية خلال السنوات القادمة. اتبعت وزارة الزراعة سياسة ناجحة وحقيقية من خلال تشييد المنشآت المائية والبنى التحتية الأساسية الزراعية في بلادنا من السدود والحواجز المائية التي شهدتها جميع محافظات اليمن، والتي أتت نتاجا لتوجه سياسة الدولة نحو دعم الزراعة وتطويرها واتخاذ خطط وتنفيذها تأتي ثمارها على الطبيعة والإنسان في اليمن وعلى المدى القريب والمتوسط والبعيد. وتعتبر مشاريع السدود العملاقة المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية لبنة أساسية في مسيرة التنمية في اليمن، حيث تتحكم هذه المشاريع بالفيضانات التي تحدثها السيول الموسمية وتفادي أضرارها، وتنظم عملية توزيع المياه لوقاية الأراضي الزراعية وحمايتها من أضرار الانجرافات،
وتشغل عددا كبيرا من الأيادي العاملة في القطاع الزراعي، وتؤثر تلك المشاريع في عملية التنمية الريفية من خلال توزيع المياه والرقعة الزراعية التي يترتب عليها تحقيق مردودات إيجابية تخدم تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي. منذ توحيد اليمن في عام 1990 قامت وزارة الزراعة والري بتنفيذ العديد من الإنجازات تجسدت في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإنشاء المزيد من المنشآت المائية في جميع محافظات الجمهورية وتحديدا السدود والحواجز المائية. لكن إقامة السدود والحواجز المائية في اليمن ليس الحل الوحيد لإنقاذ الزراعة، فالعملية مرتبطة ارتباطا واسعا وكبيرا بالتنمية والنهوض الاقتصادي العام ودعم الزراعة بطرق مختلفة وتقديم المساعدات والمعونات للمزارعين ووضع خطط زراعية مستقبلية فعالة تعيد اليمن ولليمن ما كان لديه من زراعة كثيفة ومتنوعة. تحتاج السدود والحواجز المائية اليوم إلى صيانة وتطوير وترميم، وتحتاج الكثير من المناطق أيضا إلى السدود والحواجز المائية، لما لذلك من ضرورة ملحة في الحفاظ على بقاء الإنسان وحضارته الزراعية وغيرها من مقومات البقاء والاستقرار. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وبعد أن تابعنا هذا التقرير والذي تحدث عن السدود والحواجز المائية في بلادنا والتي أنشأت في كثير من المناطق والمحافظات، وحقيقة يشار إليها في البنان من خلال ما قامت فيه الجمعية العامة للمياه والمنشآت المائية أو الجمعية العامة للري والمنشآت المائية، وكانت هناك في حركة كبيرة في إنشاء وإقامة السدود والحواجز المائية في أبين وفي لاحق في كثير من المناطق وكثير من المحافظات، ولكن هذه السدود والحواجز المائية كذلك محتاجة إلى تطوير ومحتاجة إلى عناية ومحتاجة إلى متابعة، لا يمكن أن تترك بهذه الطريقة، لابد من متابعة، لأن ظروف الحرب ربما أثرت على الجهات المعنية في متابعة أوضاع هذه السدود. كثير من المناطق وكثير من المحافظات الأخرى محتاجة كذلك إلى عدد آخر من السدود والحواجز المائية حتى تؤمن يعني كميات كبيرة مستقبلية من المياه. نحن حقيقة كنا على يعني متوعدين بأنه سيكون معنا الأستاذ علي حسن الناخبي، وهو الأمين العام للجمعية العامة للري والمنشآت المائية، وهو حقيقة رجل متفهم أو بالأصح متخصص وفاهم بشكل متكامل في موضوع الحواجز المائية والسدود، وحرصنا لكن الشبكة الاتصالات لم تسعفنا بالتواصل إلى محافظة أبين لأنه هو في محافظة أبين. يعني نعتذر من السادة المشاهدين عن اكتمال هذه الفقرة بوجود الضيف الذي كان سيعلق على هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله في حلقات قادمة سيكون معنا الأستاذ علي الناخبي أو من هم مهتمون في موضوع الحواجز المائية والسدود. نحن في الختام أو في هذه اللحظات وصلنا نحو إياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بانوراما عدن. كان موضوعنا هو الزراعة في بلادنا، تطرقنا إلى وضع وزارة الزراعة وبشكل عام في البلاد وانتقال الوزارة إلى عدن، بعد ذلك تحدثنا عن الاتحاد التعاوني الزراعي، الجمعية التعاونية الزراعية، الانتهاكات والسطو والبسط على ممتلكات الاتحاد التعاوني الزراعي، مقر الاتحاد، الشقق، الأراضي وغير ذلك. وهذا الموضوع نحن من هنا نوجه رسالة للجهات المعنية بأن تتدخل لأن يأخذ الاتحاد التعاوني الزراعي كل ممتلكاته من أجل أن تستمر العملية. الموضوع الأخير تحدثنا فيه عن الحواجز المائية والسدود التي هي بصمة مشرفة للجمعية العامة للري والمنشآت المائية ولوزارة الزراعة ولسياسة الدولة بشكل عام، ونتمنى من الدولة أن تعود العجلة من جديد وأن تكون في سياسة زراعية مرة أخرى تنهض بالقطاع الزراعي، وأن نشوف يعني نشاط الجمعية العامة للري والمنشآت المائية من جديد ينتشر في جميع المحافظات اليمنية، ونشاهد السدود والحواجز المائية يعني تزين فيها كل الوديان وكل المناطق في بلادنا. في الختام لا يسعنا إلا نشكركم على حسن المتابعة ونشكر طاقم عمل البرنامج. نلتقي نحن وإياكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم من برنامج بانوراما عدن. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.